من عروسيا أنه الرقم اللي تم الأعلان عليه مؤخرا إصابة 50 عاملة دفعة واحدة في أحد المصانع الموجودين في بن عروس. وإحنا كنا منذ يومين تقريبا تبعنا الوضع وكنا أعلننا على آخر المستجدات وعلى أنه تم تسجيل حالات إصابة من بينهم زوز يخدموا في مصانع في ولاية بن عروس. ووقتها خلينا في انتظار أنه الإدارة الجهوية للصحة بن عروس باش تقوم بالتحاليل اللازمة والمتابعة للمخالطين. وبالفعل في إحدى المصانع تم تسجيل 50 حالة إصابة للعاملات والرقم هذايا حقيقة مخيف ومخيف جدا. يعني هذا الرقم الأولي ما نعرفش إذا كان تم إجراء كل التحاليل لكل العاملين وإلا جزء معين. خلينا نزيد ونعرف أكثر التفاصيل هذية مع المديرة الجهوية للصحة في بن عروس مدام حياة فرجاني. مرحبا بك مدام حياة. مرحبا. أهلا وسهلا بك. دونك حاليا إلى حد الساعة لحد تليفوننا توا هما الخمسين حالة الجديدة هذوما في المعمل. الخمسين حالة هذوما فقط اللي تم الإعلان عليهم وإلا ثم تم تسجيل عدد من الإصابات الجديدة في الولاية؟ لأنه هذوما مربوط بحالة عدوى فقط تم التفطن لها في الأيامات اللي فاتت. وإحنا مؤخرا كان تقريبا رقم 7 حالات محلية جديدة في بن عروس. كان ذكر الرقم الجدا مانيش غالطة. دونك إلى حدود الآن قداش وصلوا العدد الإصابات المحلية ولا الإصابات عامة في بن عروس؟ توا بالنسبة للوضع الوبائي في بن عروس منذ بداية الكورونا عنا عدد الحالات 213 حالة، منهم 122 حالة شفاء. بالنسبة منذ فتح الحدود هذرا اللي كتما كينها الجائحة الثانية معنا عنا 113 حالة. الجديد في عدد الحالات هو في 50 حالة متاع معمل اللي تابع ولاية بن عروس. هذاك جات في نطاق تقصي أثر وجود حالة كما حكيت سيدك محلية تخدم في المعمل هذايا. دونك العدد اللي عملناه احنا خاطر هو توا في التراسين كونتاكت ديما نعملوا سكون ابيل لي جون اللي عملوا معاه ان كونتاكت اتروا معناتها تقابلوا في مسافة اقل من متر. على تجاوز تعمل الواحد هو يخدم هنا والاخر يخدم بعيد عليه بعشرة متر وما مسوش ما تقابلوش ما كلاش معاه ما فهمتني. معناتها ديجا نبداو بهذوكم مش نعملوا ساعة معناتها الكونتاكت اتروا. والليست كانت تحضرت مع بالتعاون مع طبيب الشغل اللي يخدم في المعمل هذايا وعطانا هو الليست وخدمنا 94 معناتها شخص خدمنا لهم عينات على ال 94 تحليل على ال 94 جاوا 50 بوزيتيف والعدد مرتفع. هو الحمد لله تاع 50 بوزيتيف راهو الحقيقه معناها اوني معناتها اوني با دون اني كاتاستروفيك سورتو كو لي جون سون بيان بورتون. معناتها ما عندناش واحد عنده علامات ولا متقلق ولا في سبيطار ولا حاجه. معناتها الناس براتيكمون ما عندها حتى علامه. قداش في المعمل الكل قداش هو في فتره تعايش مع الفيروس؟ ايه. المعمل الكل هو 1300 باهي. بالنسبه للوريس للناس الاخرى تو هي بعد ما عرفنا احنا اللي عندنا 50 حاله صارت اجتماع معناتها مع خليط الازمه البارح ويترأسوا سيد معناتها المعتمد الاول نتاع الولايه والبلديات وكله خلينا في بعض الاجراءات انتراتر تسكير المعمل بيان سور لازم يتسكر والناس تكون كونفيني في ديارها الكل الايجابي والسلبيه الناس كلها كونفيني في ديارها. وتوا باش تصير المتابعة بالطبيعة المخالطين الخمسين هذوما اللي هما عائلاتهم المتابعة عائلات مديكة. أول حاجة احنا يزمها تتعمل توا نعملوا في التراسينج بتاع العائلات متاعهم والمخالطين متاعهم مش كون مشي معاهم مش كون كلام معاهم مش كون ركب معاهم. دونك هذوما بريوريتي هما قاعدين يتنقلوا في حافلة خاصة بالمعمل ولا يجوا على متن وسائل النقل العادية؟ وسائل النقل يجوا على وسائل النقل. وهي زاد تحدي اخر. ايوه بيان سور هي صار اتصال بالمسؤولين تاع النقل بون للتعقيم معناها ديما الريسك موجود. بالنسبه لحاجه اخرى معناتها كجدوى بريسيزي اللي هي راي يسكن يخدموا في بن عروس ما فما برشا يسكنوا في ولايه اخرى يعملوا نافات مثلا على تونس على ريانا على نابل.
حتى هو باش يصير التنسيق مع الرقيين اللي في الولايات الاخرى، اللي الحالات اللي تسكن غديكا هما بيدهم يتابعوها وياخذوها اون شارج هما وعائلتهم. بربي من معناها من نابل، لانه احنا اذاعه هنا جهويه. من نابل منين بالضبط المناطق؟ لا توا انا سميت هكاك، مازال ما عنديش ليست بالضبط، اما خاطر نكلموا فيهم، اما حسب ما ريت خاطر الولايات كلها المجاوره الكل عندنا فيهم شكون طب ما نجاش نعرف بالضبط منين توا في الوقت الحالي. بالنسبه للحاله للاجراءات الاخرى ابار التعقيم نتاع المعمل بالطبيعه، وال معناتها فما مؤسسات بحدا المعمل كيما مقهى ولا واحد يبيع في حاجات ماكله وكل هذا كل باش نتنقلوا له زاده باش نعملوا معاه اجراءات تعقيم ونشوفوا نعملوا تقصي. معناها السيركوي اللي يتعداو منه العمل الكل، من خروجهم من المنزل للترونسبور للتواصل في المعمل للاماكن القريبه بالمعمل يمشيوا ياكلوا فيها ولا يتنقلوا فيها. احنا هذاك الكل باش نحاولوا نعملوا فيه التقصي. ايوه معناتها وعندنا اجتماع مع مديرة المسجد الوطني زاد اليوم ان شاء الله باش نزيدوا ناخذوا فيه قرارات اخرى ونشوفوا كيفاش لي بروسيدور. اليوم باش تتنقل عندكم بحذاكم في الولايه باش تكون ثم اجتماع باقرار الاجراءات المعمول بها. هذا فيما يتعلق بالحاله. احنا كما قلنا المره اللي فاتت تحكينا على زوز حالات في معناها في مصانع، هذه الحاله هذه بالنسبه للحاله الاخرى وبقيه الحالات الاخرين المحليه شنو جديد فيهم؟ ما فماش اصابات بالنسبه للمخالطين عائلاتهم؟ المكان اللي خزت تخدم فيه وحده اخرى زادت في معمل اخر مكان اخر تعملوا فيه تحاليل والحقيقه مازالت الريزولتا مازال تعملوا بعد الاخر. أي كيف مزيد. كيف زاد هذايا معمل كيما المعمل هذايا كبير معناها فيه برشا عمله؟ لا هو اقل اقل ما نعنيش تولو شيفر ما قل بياسر من المعمل هذي هذي خاطر فيه 1300 هذي اكثر برشا. اما ما زلت النتائج متباعوا وما زلت النتائج ما حضرتش خاطر المخالطين نتاع الاشخاص الاخرى زاد نتاع قبل ما عندناش ديكا بوزيتيف بور لو مومون. عندنا انوتر كا مخلف لي كادو فوريسيان اللي خرج البارح، عندنا كا معناتها تعدى بالسيركوي نتاع الاستعجالي جاي عنده علامات وعمل عمل تحليل في الاستعجالي وطلع بوزيتيف. هذايا فين بالضبط؟ في بن عروس. في بن معناها مش في في منطقه معينه، خاطر احنا المره اللي فاتت قلنا عندكم في المدينه الجديده في فوشين معناها مقسمين الحالات. اذا كان ما تحبش تقول المنطقه ما ثم حتى احراج، مش مشكل. المهم انه زاد على مستوى الاستعجالي اكيد لو ثم اجراءات وتحاليل للاطار الطبي شبه الطبي. في الاستعجالي عندهم ان سيركوي سبيسيال، عندهم سيركوي اسمه سيركوي كوفيد، دونك من الاول من وين يدخل لهم واحد مشكوك فيه مثال يدخل عندهم اجراءات خاصه ويبدو ديجا لابسين لي توني بالنسبه لهم اللي فيزافي نتاعهم كلهم كاينهم بوزيتيف، معناتها ماخذين حذرهم بالكدا ويدخل يعمل التحليل نتاعه والسيركوي نتاعه بيان ديترميني. اذا على الاقل عنده الاعراض تلقاه معناها فاقوا به، لانه في بعض الحالات يجيو للمستشفى وفيقوا بهم كان من بعد. دونك عموما توا شنو تنجم توجه لاهالي بن عروس مدام كسوة العباد اللي كما قلنا للعائلات هذو متاع المخالطين والناس اللي تسمع فينا الكل ولازمهم ياخذوا احتياطهم، لانه الرقم حقيقة مع المعمل فيه 1350 ماهوش شوية مدام، لازم خدمة قوية برشا الايامات الجاية في التحاليل وفي المتابعة. توا نأكد الساعة على الأشخاص اللي هما تحليلهم إيجابي، خاطر توا مازالوا في ديارهم راهو كونفيني في ديارهم هما وعائلاتهم، ماذا بينا ما يخرجوش، ماذا بينا حتى في وسط الدار الحالة البوزيتيف تبدا ديما وحدها في بيت وتاخذوا الإجراءات اللازمة تاع الوقاية ونتاع النظافات الكل، حتى كان يتقاسم بعض المناطق اللي في الدار معناتها يتقاسمها هو والعائله لازم ديما تتنظف بالجبال. اما مبدئيا مش يقعدوا في الدار في ديارهم الكل؟ يقعدوا في ديارهم بور لو مومون في ديارهم كونفيني الناس الكل، ماذا بينا ما يستهدروش خاطر فما ساعات واحد يبدا بعد ما جبد التحليل ونبهوا عليه باش في داره بعد فيقوا بيخرج، دونك يطلع التحليل بوزيتيف تولي وحله في لي كونتاكت نتاعو. دونك انا ناكد على العباد باش تلتزم بالحجر الصحي الذاتي. بالنسبة للعامة العباد يلتزموا بالكمامات، التباعد الجسدي، غسل اليدين،
استعمال هذاك الجيل هيدروالكوليك. وفي وسائل النقل خاصة، شو وسائل النقل؟ في وسائل النقل خاطر شفنا برشا تسيب توا، خاطر يمكن شي عدينا مدة وإحنا عنا صفر حالات، دونك الناس حست اللي كاين وما عادش عنا حتى شيء، لوكو يرجع توا بالقداء، وهذا راهو فيروس دونك يتنقل بسهولة دونك في في. وما تعرفش شكون المصاب جنبك، وما تعرفش شكون، فما الناس ما عندهاش علامات، والله بتشوف واحد عنده فيفر ولا عنده مبين عليه مريض ويكح والكل، ممكن الناس تكون فايقة تبعد عليها، ما راهو المشكلة اللي فما ناس ما عندهاش حتى أعراض، خاصة في حافلة تشد في 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 العرض في في الحديدة وتقعد في الكرسي تمس في كل شيء، في كل شيء تمس وكل شيء خالي. هذاك دور عاد في الحافلات وفي الواحد دور دور العمل اللي غاديك اللي باش يعقموا وينظفوا ديما بعد كل فواياج، دونك دور العامل توا عامل النظافة في المؤسسات وكل اون جينيرال دوره مهم ياسر، في لي بواني في البيبان نتاع كيما تحكي هكا نتاع الكار في الكريسي، في دونك دوره مهم ياسر في التنظيف والتعقيم باش يخفف من الوباء اللي منتشر توا. اكيد ان شاء الله ربي يستر بلادنا، وان شاء الله الناس تفيق شويه، الارقام ولات تخوف كمان في معظم ولايات الجمهوريه. شكرا لك مدام حياه فرجاني المديره الجهويه للصحه ببن عروس على كل التوضيحات وكل المعلومات اللي قدمتنا. احنا كالعاده نمشي والموسيقى بعد شوي استنى.